شاف السلام عليكم، هاني بخير لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. شاف كي دايره هانيه؟ لاباس عليك، الله يحفظك لهلا اختك لالا. انت وانت اختي جبت لكم اليوم الكونكور اللي كنتو كتسناوه بفارغ الصبر، واللي كانوا كيتسناوه جميع الشباب ديالنا اللي حاملين الشواهد والدبلومات، الكونكور ديال البوليس. كيف ما كتعرفوا اي كونكور كيتلاح كنشد التليفون وكنبدا نصور باش نخبركم هذا الخبر السعيد اللي نتمنى انكم تبارطاجيوه مع اي واحد عزيز عليكم وتبوصلوا ليه هذا الخبر هذا وتقولوا ليه نوضع باش ندخلوا للبوليس يا معلم. اذا هذا الكونكور شنو الجديد فيه هذا العام؟ شنو الحاجه اللي كانت وما بقات؟ شنو الحاجه اللي غادي تخلينا نتقصاو وما تقبلش الملف ديالنا؟ هاد الامور كلها غادي نعرفوها في هذا الفيديو هذا اللي غادي ديروا جيم عليه وديروا كومونتير تشجعوني، ولا عندكم اي سؤال بطبيعه الحال. وكذلك والاهم حاجه انكم تبارطاجيو وتتبعوا الفيديو حتى الاخر لانه في اجابه على جميع التساؤلات اللي ممكن يسولها اي واحد او وحده فيكم على قبل هذا الكونكور او على قبل اجتياز هذه المباراه باش تدخلوا للمخزن او حتى انتم تعلقوا النجوم في الكتاب ديالكم ان شاء الله. اذا نبداو بسم الله على بركه الله. مباراه التوظيف للمديريه العامه للامن الوطني برسم سنه 2020، هذه المباراه اللي تعلن عليها لانه غادي يكون موعد اجتياز ديالها في 28 جانفي 2020، 28 شهر 12 اخوان. بطبيعه الحال غادي تكون مباراه في المعهد الملكي للشرطه بالقنيطره واللي كنا كنعرفوه وبمراكز تكوين اخرى حسب العدد ديال المترشحين. يعني الا كان العدد ديال المترشحين كبير وكبير بزاف فغادي يتم اجتياز ديال المباراه في المعهد الملكي للشرطه بالقنيطره ومراكز تكوين تابعه ليه وكذلك مراكز اخرى في مدن اخرى غادي يتم الاعلان عليها. العدد ديال الناس اللي مطلوبه لهذه المباراه واللي غادي تنجح ان شاء الله وغادي تدخل المعهد الملكي للشرطه فهو 7858. ما يخلعكمش الخوت، هذا العدد راه ممكن بفضل الله سبحانه وتعالى والسبب اللي غادي تاخذ به انت وتنوض وتتعب في راسك وتوكل على الله سبحانه وتعالى انك تكون واحد من هاد الناس اللي غادي تدخل المعهد الملكي للشرطه وتكون في المخزن معلم. اذا 7858 فيها واحد النسبه اللي غادي تخصص دائما كما هو المعمول به في جميع المباريات الناس اللي متوفرين على صفه مقاوم او مكفول الامه او عسكري قديم او محارب قديم. 25% من 7850 فتقريبا غادي تجي 5900. يا ربي تكون انت او انت فيهم اختي ولا خويا. بالنسبه للعدد الاجمالي فهو موزع على مناصب، العدد ديالها خمسه. غنهضروا على كل منصب وشنو طالبين فيه بعجاله، ولكن ركزوا معايا الدراري الله يخليكم. وبطبيعه الحال اذا كان شي سؤال ممكن تخليه لي في التعليق على الرحب والسعه وبكل فرح غادي نجاوب عليهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. ولكن غير ركزوا، الله يرحم لكم الوالدين، حيت كنبغيكم تدفعوا ويكونوا الملفات ديالكم كامله مكموله، ما خصها حتى شي حاجه باش تقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم. غنجيو للمناصب اللي مطلوبه، فهي كاين 100 منصب بالنسبه لعميد شرطه، شهاده اجازه او اجازه الدراسه الاساسيه او اجازه مهنيه مسلمه من طرف الكليات العلوم الاقتصاديه والقانونيه والاجتماعيه او ما يعادلها. تخصصات اللي مطلوبه لعميد شرطه: القانون، العلوم السياسيه، العلوم الاقتصاديه والتدبير، وكذلك الصحافه. بالنسبه للسن في الرتب كاملين فهو اقل حاجه 21 سنه واقل حاجه 35 سنه بالنسبه لعمداء الشرطه. القامه فاقل حاجه بالنسبه للمناصب كاملين 1.70 بالنسبه للدراري، والدريات في المناصب كلها 1.67 هي اقل حاجه. بالنسبه للدراري فكاين فيهم مفتش الشرطه 1.73 هي اقل حاجه. اذا غادي نكملوا. كذلك بالنسبه لعميد الشرطه دبلوم الدراسات الجامعيه العامه او دبلوم الدراسات الجامعيه المهنيه او ما يعادلها، كذا طبقا. ضابط شرطه هذا طالبين فيه 800 منصب. الشهاده اللي مطلوبه هي التقنيه العاليه المسلمه من احدى الثانويات التاهيليه ومؤسسه التكوين المؤهله لتحضير شهاده التقنيه العالي تكنيسيان سوبيريور طبقا للنصوص كذا، او دبلوم تقني متخصص مسلم من احدى مؤسسات التكوين المهني المحدثه طبقا للرسوم كذا. التخصصات اللي مطلوبه الاخوان بالنسبه للتقني العالي والتقني المتخصص: تنميه في المعلومات، تنميه في وسائط اتصالات متعدده، شبكه معلومات، تقنيه تدوير المقاولات، تقنيه الاشعه، تقنيه المختبر، تمريض تقني اسنان او تقني اسنان ومساعد في طب الاسنان. هادو هما اللي التخصصات المطلوبه في ضابط الشرطه اللي مطالبين فيه 801. اذا نجيو لضباط الامن. ضباط الامن الاخوان طالبين دبلوم الدراسات الجامعيه العامه او دبلوم الدراسات الجامعيه المهنيه وما يعادلها طبقا للمقتضيات التنظيميه الجاريه للعمل.
واقل سن طبيعي الحال بالنسبه للذكور 21 عام واكثرها 30 عام عند عند تاريخ اجتياز المباراه. القناه مترو 73 غادي خصها تكون بالنسبه للذكور ومترو 77 بالنسبه للاناث. مفتشي الشرطه الاخوان قال بين 2384 ذكورا واناثا طبيعي الحال سن 21 اقل حاجه و30 هي اكثر حاجه. قام مترو 70 اقل حاجه والدريات مترو 67. مترشحون الذين تابعوا بنجاح فصيلين على الاقل من الدراسات الجامعيه العامه او الدراسات الجامعيه المهنيه او ما يعادلهما طبقا للمقتضيات كذا 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 كذا. الناس اللي عندهم الاس ان واس دو فصيلين او فصلين اسمحوا لي فصلين كنهضر غير مع خوتي خواتاتي ما كاينش لا داعي للتكلف انني غلط ومونطي بلا مونتاج بلا والو. الحراس الامن حراس الامن الاخوان طالبين 4504 4504 شهادة البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها طبقا للمقتضيات كذي كذا كذي كذا. الإخوان واحد حاجة مهمة وجديدة اللي كاين هذا العام هو أنه ما كاينش اختبار كتابي، يعني توكلوا على الله وادفعوا لأنه عديد من الناس عندهم تبارك الله الإمكانيات والكفاءة ما يخول لهم أنهم ينجحوا في الكونكور اللي دوزوا ديال البوليس، فهذه فرصة إن شاء الله أنهم يعاودوا يدفعوا. علاش لا؟ لأنه على ما شفتوا على ما كاين هنا كاين اختبارات شفوية تطبيقية واختبارات رياضية، علاش ما ندفعش أخويا أختي؟ إذا بالنسبة للاختبارات الشفوية أو التطبيقية فهي تناقش لجنة المباراة مع المترشح مواضيع أو قضايا مختلفة أو تخضعه لاختبار تطبيقي في التخصص المطلوب. يعني غتناقش معاك اللجنة ديال المباراة موضوع أو قضية من القضايا وممكن أنك تدوز اختبار تطبيقي في التخصص المطلوب واللي أنت أكيد قريتي عليه وعندك فيه دبلوم أو هما معا ممكن يدوزوا لك يناقشوا معاك غير الموضوع وممكن تدوز حتى ذاك الاختبار التطبيقي وذلك بهدف تقييم مدى قدرتي على ممارسة المهام والوظائف مراد شغلها. هذا اختبار شفوي الإخوان مهم بزاف لأن المعامل ديالو 4 نقط والمدة ديالو 15 دقيقة فقط 15 دقيقة خصكم تكونوا كاينين معلم. الاختبار ديال الرياضة الدراري فهو جري مسافة 1500 متر. حزموا لي السبرديلة نوضوا دابا عندكم تقريبا جاية 20 يوم تقريبا حزموا السبرديلة نوضوا تجريو كل صباح سوف راه خاصو يكون حاضر الدراري الدريات تحركوا شويه وبركه من التختيخ وداك الشيء. الدراري اللي والدريات غادي يدخلوا الحراس الامن فتاهما اختبار شفوي اسئله في الثقافه العامه المعامل 4 المده 15 دقيقه قدام اللجنه بطبيعه الحال واختبار الجري ديال 1500 متر مربع كوكات مربع مزيان. عندي هو الاخوان الشروط الله يجازيكم بخير حلوا معايا وبنيكم ركزوا معايا في هذه النقطه هذه بالضبط الله يجازيكم بخير. تفتح المباراه في وجه المترشحين بالنسبه للدراري غادي يسولوني على مده التكوين انا غادي نرجع عليها من بعد نجيو للشروط بعدا اللي هي اهم حاجه. الشروط هي انه المنصوص عليها في الفصل 21 من النظام الاساسي العام للوظيفه العموميه ان يكون حامل ان يكون ذو جنسيه مغربيه ويتمتع بجميع حقوق ديالو ويكون ذو مروءه. هذا ذو مروءه ما عرفتهاش غادي نبحث عليها ان شاء الله ونقلب عليها. هذوما الشروط اللي خاصة زيادة على الشروط اللي خاصة بالناس اللي بعد دخول مع ملكية الشرطة اللي هي كما قلنا الطول والدبلومات اللي مطلوبة. كاين مسألة أخرى هي شوف الإخوان فالناس اللي متوفرين على قدرة بصرية يبلغ مجموعها 15 على 10 على الأقل من غير استعمال نظارات أو عدسات أو أي وسيلة أخرى يمكنها رفع القوة البصرية. الناس اللي دايرين نظر أو لي لونتي فللأسف ما نقبلوش الناس اللي عندهم 15 على 10 على الأقل من غير استعمال النظارات مجموعهما يعني العينين بجوج 15 على 10 ويحدد المقدار الأقصى للقوة البصرية للعينين معا في 20 على 10 و10 على 10 بالنسبة لكل عين على حدة. كل عين على حدة خصكم 20 على 10 أو 10 على 10. والمتوفرين على قوة السمع لأنه ماشي لعبة هذا راه السمع حتى هو من المقومات الأساسية باش تقبل الواحد في هذا الكونكور هذا. خاصك تسمع الهمس على بعد نصف متر هذاك الهمس اللي تيكون كوف ما كيدير واحد ما عرفتش واش تقدر تسمعو ولا لا خاصك تسمعو على نصف متر وكذلك سماع صوت عال على بعد 5 أمتار. أنا إلا جلست في هذاك الكونكور بديت كنعوط غتسمعوني على 10 متر وكاع غادي تنجحو كلكم إن شاء الله. اخر حاجه مؤهلين بدنيا ونفسيا لمزاوله المهام التي ستناطيهم. ما يكونش عندك مرض مزمن بحال القلب او لا او لا او لا او لا شفانا الله واياكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحتى نفسيا ما تكونش من الناس اللي كتعصب دغيا والناس اللي عندها مشاكل نفسيه او لا او لا يعني هذو الناس مقبولين. مسار الترشح الاخوان
ركزوا معايا، الله يعطيكم الخير، واي سؤال كان مرحبا به في التعليق ديالكم، ولكن غير ركزوا معايا دابا. يجب على المترشحين يقوموا بتسجيل ترشيحهم عبر البوابه الالكترونيه اللي غادي نخليها لكم لتحت concours.dgsn.gov.ma، مع الحرص على استخراج استماره التسجيل. هذيك الاستماره امبريميوها الدراري، وذلك خلال فتره ممتده من 9 الى 25 نوفمبر. سجلوا الترشيح ديالكم من 9 الى 25 نوفمبر في السيت، غادي تحرس حتى 25 نوفمبر كاخر اجل التسجيل عبر البوابه الالكترونيه الدراري، مع ارسال ملفات الترشيح عن طريق البريد الى المصالح الاداريه. دابا نفهمي التسجيل في السيت الدراري مفتوح من نهار 9 حتى 25، ونصيفطوا الملف ديالنا فراغ، ما غاديش يتقبل من مورا 28 نوفمبر، فاهمين؟ الملف ولا تقبل الملفات المتوصل بها بعد 28 نوفمبر شهر 11. اذا قال لك مع ارسال ملفات الترشيح عن طريق البريد الى المصالح الاداريه لولاية الأمن، خصنا نصيفطو لولاية الأمن أو الولاية أو الأمن الإقليمي أو الأمن الجهوي أو المناطق الأمنية أو مفوضيات الشرطة القريبة من مقر سكنكم. يعني الناس اللي غادي تدفع خصها تدفع عبر البريد لهاد المصالح هاد، يعني غادي يشوفوا العنوان البريدي ديال هذيك الجهة أو هذاك المركز ديال الأمن، هذاك الدار الحمراء ولا كانتيان أو المركز ديال البوليس اللي قريب لك، تشوف العنوان البريدي ديالو وتصيفط ليه. يجب معالجة طلب الترشيح عبر البوابة الإلكترونية بدقة وأمانة. الدراري اللي غتعمروا عمروا داك الشيء يكون اكزاكت، الله يرحم بيكم الوالدين، باش الملف ديالكم يتقبل، وبيانات غير صحيحة اوتوماتيكمون الملف مقبول. وغنبداو نقولوا لا علاش وانا ما عندي زهر ويا ناري ويا ريتني. ارسال ملف الترشيح داخل الاجل القانونية المحددة 28 نوفمبر شهر 11، غادي نبدا نهضروا عليها. اذا كان مشكل في السيت بحال اللي كان طرا لي انا دابا، ملي دخلت في السيت كاين مشكل تقني، يتعين توجه المصلحه الاداريه التابعه لها مقر السكن المترشح، غتمشي لاقرب بوست ديال البوليس او الكوميساريا قريب عليك وتقول لهم ديرها كاين هاكين، واكيد غادي تلقى الناس تما كاينه اللي غادي تعاون معاك وتوريك شنو دير في حاله انك ما تمكنتيش تقيد في السيت، لانه تيكون السيرفر بعض المرات طايح. الناس اللي غادي تدفع المديريه العامه للامن الوطني، لا داكشي ما مقبولش، ما كاينش. ندوزو الملف الترشيح. الملف الدراري خاص يكون فيه يتضمن وجوبا تحت طائلة عدم القبول. طائلة عدم القبول يعني وجوبا هذه الامور خاصها تكون فيه، الا ما كانتش ما غاديش يتقبل. استمارة التسجيل اللي قلنا غاتامبريميها من السيت خاصك تسينيها، وكذلك طلب خطي لاجتياز الاختبار يتضمن هوية وعنوان ورقم هاتف المترشح. طلب خطي الاخوان، طلب خطي يعني تكتبو بيدك، ما تكتبوش في البيسي وتامبريميه، كتبو بيدك. واخا يكون الخط ديالك خايب كتبو بيدك، الله يرحم الوالدين، كتبو بيدك. نسخة من الشهادة أو الدبلوم المطلوب. بطبيعة الحال الدراري ديما ملي قربوا لي كونكور، ملي قربوا لي كونكور خص يكون عندكم لي ديبلوم ديالكم ديجا ليغاليزي، عندكم واحد 5 ولا 6 ولا 7 ولا 10، خليهم تحت منكم. إن فوا يبان شي كونكور طق أنا معاه، تكون ليغاليزي. نسخة من بيان النقاط الغولفي دو نوت، حتى هو ديما لقيتها لي ديبلوم ديالي ولي غولفي دو نوت نطلبهم ندير لهم ليغاليزاسيون ونخليهم حدايا. بيان النقاط المحصلة عليه ها ونسخة مشهود بمطابقة هذه الأصل لاكارت ناسيونال ليغاليزي حتى هي. والموظفين، الموظفين خصهم ترخيص من الإدارة ديالهم الله يجازيهم بخير حتى هما، اللي بغاو يخليو الوظيفة ويلتحقوا بالجهاز ديال الأمن خصهم ترخيص الجهاز المبارك، وأي تحت طائلة رفض طلبهم أو حذفهم من قائمة الناجحين. يعني واخا تنجح أخويا أختي اللي موظف وما كنتيش قلتي لهم أنك موظف، باي باي، أنت ديجا موظف. المترشحين الذين قضوا الخدمة العسكرية، الناس اللي دوزوا الخدمة العسكرية يجيبوا وثيقة تدلي بذلك، والناس اللي عندهم صفة مقاوم ومكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم حتى هما يجيبوا الوراق ديالهم على أساس أنهم كيحملوا هذه الصفة هذه. تخضع ملف الترشيح كذا 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 فوالا، يتم حصر لائحة المترشحين المستوفين للشروط المطلوبة والذين تم قبول ملفاتهم من طرف وزارة الانتقاء واستدعائهم عن طريق المصالح الإدارية المركزية المرسل اليها طلب الترشيح. هذيك الكوميساريه او البوست او لا او لا، هذوك اللي دفعتي لهم هما اللي غادي يصيفطوا لك استدعاء باش تحضر نهار المباراه. هذاك الاستدعاء فيه فين غادي تدوز والمركز وكل شيء. اذا دعوه للحضور، هذا دعوه للحضور مرفقا بالبطاقه الوطنيه ديالك الاخوان. عندكم شي واحد يمشي الكونكور بلا لاكارت ناسيونال راه كتوقع مع الخلعه والدهشه والزربه كتوقع. اذا الوثائق المطلوبه حتى هي وثائق مطلوبه، دي اخويا اي وثيقه تبي تشكون انت وشنو الدبلوم اللي عندك ديها معاك، ما عرفتيش شنو كاين، دي معاك الشكاره.
لاجتياز الاختبارات الشفويه او التطبيقيه او هما معا. الدراري اللي عندهم مثلا طاقم تقني اسنان ولا يعني وجدوا انكم ديروا شي تيست تحيدوا شي واحد درس ولا شي حاجه، واختبار الرياضه والفحص الطبي والنفسي بالمعهد الملكي للسلطه او احدى مراكز التكوين التابعه له والمشار اليه في الاستدعاء. اختبار الرياضه هضرنا عليه جري 1500 متر، الفحص الطبي غادي يدوزوا لك يشوفوا عندك مثلا شي مرض مزمن او لا. الاختبار النفسي هو داك الاختبار اللي تيكون سيكو تكنيك اللي تتعرض فيه مثلا سواء على المعرف ما علينا ما تقولوا ما تزرفوش فيه ثاني اختبار نفسي امتحان تدوزوا بزربه اسئله بسيطه ولكن عندك عامل الوقت خصك كذا وكذا والتي ستجرى طبيعة حال المباراة غادي تكون وفق الضوابط والإجراءات التي تراعي الوقاية والسلامة وكذا كذا كذا كذا. إذا هذا اللي كاين. غادي نجيو لآخر نقطة مهمة الإخوان اللي كيسولني عليها كل شيء وغالبا غادي يسولني عليها كل شيء، اللي هي مدة ديال التكوين ديال كل منصب. بالنسبة للإخوان غادي نبداو بالنسبة لحراس الأمن. حارس أمن مدة التكوين 6 شهور فقط، 6 شهور وكيتم التعيين ديالك أو التوظيف ديالك. مفتش الشرطه مده التكوين عام 12 شهر، كتسالي 12 شهر وكتمشي يا معلم تخدم على راسك. ضابط الشرطه او ضابط الامن هادو حتى هما مده ديال سنه في التكوين ومن بعد كتعين او كتوظف. عمداء الشرطه عميد الشرطه اللي هي فقط سنتين، عام في المعهد الملكي للشرطه وسنه تطبيق عملي بمصالح الشرطه. يعني هادو هما مده التكوين اللي غادي يسول العلماء الاخوان راه من حقكم تعرفوا، وكاين اللي كيبغي يعرف قبل ما يجتاز المباراة، وهذا شيء عادي وعادي جدا. إذا كيف ما قلنا توصيات هامة، يمكن تحديد حد سن مذكور لمدة عادل، هذه معانينا بالنسبة اللي عندهم الخدمة العسكرية والمدنية. يقصر كل مترشح فوالا الغش الدراري، كل مترشح يضبط في حالة غش يقصر المباراة المعنية وجميع المباريات التي تنظمها هذه المديرية العامة برسم السنة المالية 2020 وكذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة. إلا درتي شي غش أو محاولة غش فكتقسم اجتياز المباريات ديال المديرية العامة للأمن الوطني في السنين اللي جاية. تعتبر جميع الاختبارات إجبارية ويقصد تلقائيا كل مترشح رسب في أحد الاختبارات. إلا سقطتي في الشفوي أوتوماتيكمون راك ما غاديش تدوز الرياضة وما تدوزش الاختبار الطبي والنفسي وما إلى ذلك. تفاصيل الاختبارات منصوص على مضامينها في قرارات المدير العام للأمن الوطني الصادر بالجريدة الرسمية عدد 68/12 بتاريخ 12 سبتمبر 2019. تفاصيل الاختبارات منصوص على مضامينها، ممكن تقلبوا في الجريدة الرسمية بهذا العدد بتاريخ 12 سبتمبر 2019 عدد 68/12. الله ولي التوفيق الإخوان، أنا دائما نراهن الإشارة ديالكم لأي سؤال باش نجاوب عليه على الرحب والسعة. الله يوفقكم الاخوان، ما تنساوش تشوفوا معكم الفيديو ديال القرعه الامريكان باش تدفعوا لي حتى هي، وكنضروا لكم موعد ان شاء الله في الفيديو الجاي. تبقاو على خير.